الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل رحمته، نسأله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فكنا قد بدأنا الحديث عن معنى من المعاني القرآنية التي ينبغي أن نتأملها استجابة لأمر الله تعالى لعباده أن يدبروا القرآن الكريم، استجابة لأمر الله تعالى لعباده أن يفهموا عنه، استجابة لأمر الله تعالى لعباده ألا يكونوا من الغافلين. من أعظم معاني الغفلة أن يأتيك الحق والهدى والخير والبيان على لسان سيد الكائنات وأشرف المخلوقات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأتيك البيان والخير على لسانه آيات بينات مصدقات جعلها الله تعالى محفوظة لتبقى اليوم بين يديك غضة طرية كما أنزلت، ثم تعرض عن قراءتها أو تقرأها دون أن تتدبر في معانيها. كنا نتدبر في معنى في معاني كلمة الرزق، والله تعالى هو الرزاق، وقد أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، بل من الآيات التي حدثنا الله تعالى فيها عن الرزق آيات جعل الله تعالى من خصائصه سبحانه، ممن فرد به عن كل خلقه أنه سبحانه وتعالى يرزق العباد. قال تعالى: الله الذي خلقكم، وهو ينفرد بالخلق سبحانه وتعالى، ثم رزقكم، وهو ينفرد بالرزق على الحقيقة سبحانه وتعالى، ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. انظروا إلى من هذه أيها الأحبة في قول الله تعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وبعض هذه المن هي للتبعيض، يعني هل من شركائكم من يفعل شيئا ولو قليلا من هذه الأشياء؟ هل من شركائكم من يستطيع أن يخلق ابتداء؟ هل منهم من يستطيع أن يرزق انفرادا؟ هل منهم من يستطيع أن يميت؟ هل منهم من يستطيع أن يحيي؟ إذن أن يرزقنا الله تعالى هذا مما امتن الله تعالى به على عباده، وكلنا يطلب الرزق وكلنا يرجو الرزق، ولكن من قوانين الله تعالى في رزقه للعباد وهو القائل ثم رزقكم، من قوانين الله تعالى في رزقه للعباد أنه فضل العباد بعضهم على بعض في الرزق. قال تعالى في قاعدة وسنة من سنن الكون التي لا تتخلف، من السنن التي جعلها سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد إعمار الدنيا، قال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.
إذن أيها الأحبة، هناك قاعدة مهمة جدا في تعاملنا وفهمنا للرزق. الله رزقنا، ويجب أن نضع مع اسم الرزاق، ويجب أن نضع أمام اسم الرزاق الذي ينفرد به سبحانه وتعالى اسم العادل، وأن نضع معه اسم الحكيم. فإذا قرنا عدل الله تعالى مع حكمة الله تعالى مع أن الله تعالى هو الرزاق، فهمنا كيف أن الله تعالى جعل من حكمته تفضيل الناس بعض على بعض في الرزق. هذه قاعدة من قوانين الله تعالى. قلنا ونحن نتدبر هذه المعاني، وأعيد الكلام لأنه مقصد من مقاصد فهمنا للحياة، ولأنه سبب من أسباب سعادتنا، ولأنه سبب من أسباب فهمنا عما ينبغي أن يكون في تعاملنا مع الله تعالى، سبب من أسباب رضا العبد عن مولاه. وليس أعظم وليس أعلى وليس أرفع من درجة يبلغها العبد في عبوديته لله تعالى من الدرجة التي يرضى فيها العبد عن مولاه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أن ترضى عن الله يعني أن تستشعر أن كل شيء من أفعال الله تعالى هو الكمال، أن كل شيء من عطاء الله تعالى هو أعظم وأكمل ما يكون، أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى أقداره لا تكون إلا بمقتضى حكمته وعدله وخيره الذي يكون للعباد جميعا. فإذا فهمت أن الرزق أنواع، وإذا فهمت أن الله تعالى إذا كان قد أغلق بابا من أبواب الرزق عنك فإنه قد فتح لك أبوابا من الرزق، إن كان قد منعك نوعا من العطاء فإنه أعطاك من أنواع شتى كثيرة تستحق أن تقف أمامها راضيا شاكرا. إذا كنت تظن أن خسارتك في صفقة من الصفقات أو أن نقص مالك عن أقرانك هو ابتلاء من الله تعالى، فعليك أن تنظر بالعين الأخرى إلى نوع آخر من الرزق. إنه رزق العافية، إنه رزق الهداية، إنه رزق صلاح الأبناء، إنه رزق الزوجة الطيعة الهينة، إنه رزق رضاك عن مولاك الذي جعله الله تعالى في قلبك، إنه رزق أن الله تعالى فتح لك بابا من أبواب نفع الناس، من أبواب الخير الذي يعود على الناس، أن الله تعالى ألهمك على قلة مالك أن تكثر من الصدقات. هذا رزق. بينما رزق غيرك مئات الملايين تزيد عن ما رزقك الله تعالى من الدرهم والدينار، ولكنه لم يرزق حب الإنفاق، لم يرزق حب إكرام الرحم، لم يرزق الخلق الحسن. وأعظم الأرزاق أن ترزق خلقا حسنا، أعظم الأرزاق أن ترزق لسانا لينا كلمته الكلمة الطيبة، نفسا هنية تتقبل إساءة الناس وتعود عليهم بالإحسان. الخلق رزق أيها الأحبة. من كان في خلقه شيء من الأخلاق الحسنة التي تعلمناها من سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، من رزق بابا ونوعا من هذه الأخلاق فهذا من أعظم الأرزاق. لأن صاحب الخلق الحسن يسعد في علاقته مع زوجته، يسعد في علاقته مع أولاده، يسعد في علاقته مع شركائه، يسعد في علاقته مع إخوانه، مع أرحامه. صاحب الخلق الحسن في مقام من أعظم مقامات الرزق من الله سبحانه وتعالى. إذن أنواع الرزق كثيرة. العافية رزق أيها الأحبة، العافية رزق. وجاء رجل إلى سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه يشكو له قلة الرزق وضيق الحال والفقر،
فصبره وذكر له شيئا مما ينبغي أن يكون من حسن الظن بالله من الشكر على الموجود، ثم قال له: أرأيت لو أنك فقدت بصرك فكم تدفع ثمنا لشراء البصر؟ قال له: أدفع كذا وكذا. قال: طيب إذا فقدت يدك، إذا فقدت رجلك، إذا فقدت كل حال. أيها الأحبة، الشعرة التي في رأسك نعمة، ثمنها الكثير. اظفر الإصبع في يدك نعمة، ثمنه الكثير. المفصل الواحد من مفاصلك رزق، ثمنه الكثير. كم تدفع؟ قال: أدفع كذا وأدفع كذا وأدفع كذا. وإذ بالمبلغ أصبح مئات الملايين، أصبح مليارات. فقال له سفيان بن عيينة: أراك صاحب مئين، يعني ملايين، والعرب ما كانت تعرف كلمة المليون. أراك صاحب مئين وأنت تشكو الفقر وتشكو ضيق الرزق. إذن يريد الشيطان أن يخرب ما بينك وبين الله تعالى من صلح، أن يخرب ما بينك وبين الله تعالى من علاقة ينبغي أن تكون إنها علاقة الرضا عن الله، إنها علاقة الشكر لله، إنها علاقة الشعور بقيمة الرزق الذي بين يديك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل اللقمة أو يشرب الشربة فيقول الحمد لله. هل يرضى الله عز وجل لمجرد أن لسانك تحدث بكلمة الحمد لله؟ قال كلمة الحمد لله لا، وإنما رضي الله تعالى منك لأنك استشعرت معنى عظيم، استشعرت أن ما بك من نعمة، ما بك من عطاء، ما بك من فضل هو من الله تعالى، ولذلك يرضى الله تعالى عنك لأنك تستشعر قيمة النعمة ولا تغفل عنها. وكم وكم منا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. كم منا من هو اليوم سابح غارق في نعم الله وفي عطائه، ثم هو يشكو الله تعالى، هو يعترض على الله تعالى، هو يتمنى لو أن الله تعالى أقامه في مقام غيره من الرزق ومن العطاء. تأملوا أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. هل منكم أيها الأحبة من لا يجد هذا؟ من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، كل الدنيا أيها الأحبة. أتدري لماذا؟ لأنك عندما تصاب في بدنك أنت مستعد لأن تنفق كل الدنيا مقابل أن تعود لك العافية. عندما تصاب في أمنك، عندما تصاب في أمن أحد أولادك، عندما تشعر بخطر ما يتهددك أو يتهدد أحد أحبابك، أنت مستعد لتنفق الدنيا كلها من أجل أن يزول هذا الخطر. إذن أيها الأحبة، هو فضل من الله، هي نعمة من الله، هو عطاء من الله عظيم، يريد الشيطان أن يبعدك عنه. ولكن أيها الأحبة، نأتي الآن على خلاصة سريعة، إطلالة سريعة على شيء آخر يتعلق بالرزق وقد لا نحيط به في هذه الجمعة، وهو الرزق الحسن. لا تفرح بكل رزق، لا تفرح بكل عطاء، لا تفرح بكل ما يأتيك من زيادة في المال، وإنما افرح، اغتبط على الرزق الحسن. ولذلك أيها الأحبة، ميز الله تعالى في كتابه بين الرزق الحسن وبين الرزق غير الحسن، بين الطيبات من الرزق وبين الخبيثات من الرزق. من ذلك أن الله تعالى قال في آية فيها حكم كثيرة، فيها معان كثيرة، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا
ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من ثمرات النخيل والأعناب، يعني من التمر ومن العنب، تتخذون أصنافا من الرزق، تعود عليكم بأصناف من الأرباح، بأصناف من الرزق والمال. من الناس من يقطف هذه الثمرة ويبيعها عنبا وتمرا وغير ذلك، من الناس من يصنع منها دبسا، منها من يصنع منها خلا، هذا كله من الرزق الطيب الحسن. ولكن هناك من يصنع من التمر ومن العنب خمرا، يصنع منه سكرا، هذا لم يصفه الله تعالى بأنه رزق حسن، ولذلك ميز الله تعالى هنا. والعطف هنا للمغايرة، وقد لا يكون العطف للمغايرة أحيانا، ولكن هنا العطف للتمايز بين الرزق الحسن وبين غيره. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن السكر الخمر ليس رزقا حسنا. وللعلم أيها الأحبة، هذه الآية هي أول الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة إلى تحريم الخمر. لم يكن الخمر محرما عندما أنزلت هذه الآية، لأن الخمر عادة استحكمت في مجتمع الجاهلية، فجعل الله تعالى تحريمها على التدرج الذي تعلمون، حتى ينتزعها من سلوك ومن أجسام أولئك المشركين الذين اعتادوها على الشكل الذي اقتضته حكمة الله تعالى. إذن هناك تمييز بين رزق حسن وبين رزق غير حسن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وقلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا سمعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لأنه أمر من الله، لأنه نداء من الله يعقبه أمر من الله تعالى، لا شك أن فيه سببا من أسباب الخير التي تعود على الناس وعلى الأمة بخير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما هو الطيب أيها الأحبة؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل طيبات الرزق يعني الفواكه اللذيذة؟ هل يعني الطعام المنكه؟ هل يعني الشيء الذي يستلذه اللسان؟ هذا هو الطيبات. عندما ندخل اليوم إلى مطعم من المطاعم، إلى بائع شيء من الأطعمة، يضع يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا من هذا الطيب اللذيذ. لا أيها الأحبة، هذا ليس هو المعنى المطلوب، وإنما الطيب هو ما أباحه الله تعالى وما اكتسبته أنت بطريق مشروع، هذا هو الطيب. الطيب ما أباحه الله تعالى من الرزق، ما أباحه الله تعالى للناس ثم اكتسبته أنت بطريق طيب. هذا الرزق الحسن أيها الأحبة، هذا الرزق، الكسب الطيب، يعني الكسب المبارك، الكسب الذي بذل فيه المكتسب أسباب الحلال، هذا هو الذي يجب أن نفرح به، وهذا الذي يجب أن نشعر بأنه نعمة من الله تعالى، هذا الذي يجب أن نشعر بأنه رزق على الحقيقة. ختام قولنا أيها الأحبة، روي أن النضر بن سالم دخل على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، دخل عليه في أول أيام ملكه، والإنسان في أول أيام ملكه يكون في سكرة من سكرات انتصاره على خصومه، وتعلمون أن هناك معارك عنيفة دارت، حتى استطاع أبو جعفر المنصور ومن قبله من آبائه أن يصل، أو من إخوانه أن يصل إلى سدة الحكم. دخل عليه فقال له أبو جعفر المنصور: عظني. قال: أعظك مما سمعت أم مما قرأت؟ قال: بل مما سمعت، بل عفوا، أعظك مما قرأت أم مما رأيت؟ قال: بل مما رأيت، فإنما رأيت أبلغ، هذا شيء رأيته أنت وليس سمعته. قال: توفي عمر بن عبد العزيز وخلف ميراثا 18 دينارا، ميراث الخليفة الملك الذي كان يحكم نصف الدنيا 18 دينارا.
جهز منها بتسعة دنانير، تسعة دنانير مصروف جهازه، بقي ميراس تسعة دنانير، قسمت على 11 ولدا من أولاده. 11 ولد من أولاد عمر بن عبد العزيز تقاسموا ميراس عمر 9 دنانير، يعني أقل من دينار لكل واحد. وتوفي هشام بن عبد الملك الذي نقض كل ما فعله عمر بن عبد العزيز، وكان له 11 ولدا أيضا، كان نصيب كل واحد منهم 100,000 دينار، 100 مليون دينار نصيب كل واحد منهم. قال: ثم إني رأيت في يوم واحد، هنا الشاهد أيها الأحبة، النضر بن سالم أو سالم بن النضر يقول هذا لأبي جعفر المنصور: ثم إني رأيت، ما سمعت ما قرأت، أنا رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس. إذن أغناه الله وأكرمه الله وبارك الله تعالى له في أولاده وذريته. ورأيت أحد أولاد هشام بن عبد الملك على باب مسجد دمشق يطلب الصدقة. هذا ورث 100 مليون، رأيته على باب المسجد يطلب الصدقة، وذاك ورث أقل من دينار، رأيته في يوم واحد يتصدق 100 فرس. إذن الكسب الطيب، الرزق الطيب، الرزق الحسن الذي يكتسبه صاحبه بالطريقة المشروعة. أما ما كثر وما زاد والأرقام الفلكية التي نسمعها، فوالله أيها الأحبة ليست رزقا حسنا إلا إذا كانت في الحلال، ليست رزقا حسنا إلا إذا كانت مع البركة، ليست رزقا حسنا إلا إذا لم تكن تعد على حقوق الناس ولم تكن ظلم للناس. كم من إنسان اغتصب حق أخيه في الميراث، منع أخته من الميراث، منع شريكه من شيء من حقوقه، ثم فرح بأنه جمع رقم، هذا الرقم هو ثروة. وأنتم ترون بأعينكم، كما رأى ذلك الرجل الذي حدث أبا جعفر المنصور، أنتم ترون بأعينكم من ورث 100 مليون لرسوله وميتين مليون لرسوله ومليار لرسوله، ثم أصبح يتكفف الناس ويسألهم الصدقة ويطلب منهم العطاء. إذن أيها الأحبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرزق الحسن، وأن يجعلنا من أهل الكسب الطيب، وأن يجعلنا من أهل الرضا عن الله تعالى. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. نسألك البركة في أرزاقنا، نسألك البركة في كل نعمة أنعمت بها علينا، نسألك أن تستعملنا فيما أنعمت به علينا صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأستغفره وأشكره، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وإني داع فأمنوا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المؤمنين. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، أنت مولانا، أنت أنعمت وأنت أجزلت، وأنت أعطيت وأنت أكرمت، وأنت رزقت، ما بنا من نعمة فمنك وحدك، لا إله إلا أنت، لا يسوق الخير إلا أنت، لا يصرف السوء إلا أنت، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتهدينا بها سواء السبيل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل من أنوارها شفاء لأدوائنا.
اللهم اشفنا واشف من أحببنا واشف يا رب من سألناك الدعاء لأجله. اللهم شافهم بشفائك، اللهم اصرف عنهم السوء، اللهم شافهم بشفائك، اللهم اصرف عنهم السوء، اللهم اصبب على دائهم دواء واجعلهم قرة عين لأهليهم. اللهم إنا نسألك لنا ولمن أحبنا فيك، نسألك لنا ولمن أحببناه فيك خيرا وبركة في الرزق، اللهم خيرا وبركة في الرزق، وخيرا وبركة في الأهل والذرية، وخيرا وبركة في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم ما أنعمت به علينا من نعمة فاجعلها نعمة مشكورة، واجعلها نعمة موصولة بنعيم الدار الآخرة، ومن علينا إنك أنت المنان. اللهم واغفر لنا إنك أنت الغفور، وارزقنا رزقا حسنا إنك أنت الرزاق. اللهم واجز عنا من أزدى إلينا معروفا، اللهم اجز عنا أشياخنا، واجز عنا والدينا، واجز عنا من أحسن إلينا بفضل منك ومنة، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.